الزول متى الحوال متى تيقم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. الفيديو تاع اليوم فيديو متنوع، ديتكم معايا للعرس، نعت لكم وش نلبس، ثاني راح ندير معكم غدا عشاء افطار، افكار بزاف ان شاء الله ينالوا اعجابكم. مرحبا بكم في الانستغرام تاعنا هاجر جيجان، نخليه لكم لهنايا. لهنا اول حاجه بديت بها راح ندير الفطور. انا يا شوفوا الصباح به نحل عينيا لازم نشرب قهوه، مام الزوج كيف كيف لازم قهوه. انا الحليب ما نشربوش نهائي، هو منين ذاك وين تنفحلو على حليب، مي انا الحليب والو، انا قهوه تاي، هو ساعات حليب ساعات قهوه، مي القهوه لازم فيها. اللي انا عمرت القهوه نتاعي وراح نحط الكرواسون باه يسخن لي، وراح نحط معاه شويه خبز هكا باش نقدروا ندهنوا فيه زبده ومعجون. انا الكرواسون يا البنات نشري واحد 6 حبات ساعات 8 حبات، ونحطهم في ساشيات كل زوز مع بعض ونحطهم في الكونجلي. اليوم اللي نحب نجبد نجبد ونحطهم يسخنوا لي يخرجوا كي شغل جدد، ما خاطرش ماهوش كل يوم نخرج ونشري، وساعات ما نلقاوش ساعات بعيد الحال، راكو على بالكم. لهنايا بعدا راح ندير شويه عظام، راح نقلي زوز عظام، انا نتاعي راح نديرها طايبه مليح. اما بالنسبه تاع الزوج راح نديرها له نص طياب، هو ما يشتيهاش طايبه مليح، مي انا نحبها طايبه بزاف. شوفوا لي الفور هذا من التحت يعني يشوي يطيب، ومن الفوق تقدروا تقليو فيه ديروا فيه واش تحتاجوا، وفي نفس الوقت كافيتير هايل بزاف. لهنا شوفوا لي الكرواسون تاعي كيفاه جا سخون، يعني رجع طري خلاص ما شاء الله. ومن جهه العظام تاعي خليتهم يتقلاو كما راكم تشوفوا. دركا راح نشعل على الكافيتير نتاعي، راح تخرج لي قهوه سخونه الله الله ما بين ما وجدوا لي العظام نتاعي. لهنايا كيما قلت لكم العظام راح نقسمهم، نتاعو نحيها نص طياب، ونتاعي نزيد نخليها طيب مليح. انا لازم نخربطها في بعضها، شكون لي كيفي انا، كل ما خلطتش العظمه الابيض مع الاصفر تبان لي ما درت والو. اما بالنسبه للزوج كون يشوفها مخلطه كيما راني نخلط في تاعي ما يحبهاش، خلاص لازم ياكلها نص طياب تجي تتسايح. كل واحد والذوق نتاعو، انا العظام نحبهم نطيبهم مليح، نتاعي نخليها طيب ونتاعو نحيها سيدي. كل واحد ندير له خاطره. من جهه خلاف وجدت الطابله، حطيت شويه زبده، حطيت شويه معجون، فرات هذه هي يعني ما درتش، ما كانش عندي طماطم، انا مرفه نحط تالي سوريز طماطم هذيك الصغيره نشتي نفطر بيها، مي ما كانش متوفره الفرماج خلاص لي الدار راه يتزفر. يخي على بالك على بالكم كي تجي مع بعضها تجي على ضربه. مام الطماطم حتى بعد باه شريت باه درت بها الغدا ما كانش متوفره، مام الكبيره الزيتون كلش خلاص، قلت لكم كي تخلص خلاص على ضربه. لهنا بعد ما وجدت لي القهوه حطيت هذوك العظمات وحطيت القهوه، يعني الفطور تاعنا بسيط، انا هي ليسونسي نشرب فيها قهوة، هذه المهم. ساعات ندير عظام شرشمين، ساعات ما ندير والو، كل يوم ويومه. على بالي بلي حنا الشعب الجزائري ديما مزروب، كالي ياكل ياورت كالي يشرب جي، كل واحد وكيفاه. وكاينين اخرين موالفين بروتين ديما يفطروا نفس الفطور، يعني هذاك هو الحاجة المليحة انك تحكمي روتين وتاكلي فطور صحي. فوالا شوفوا لي البنات هذا الفور، الفور هذا من عند لاكازا دالجيري، هذا ميني فور 3 في 1، هذا فور وكافيتير ويشوي في نفس الوقت، تقدروا ديروا فيه سكالوب، تقدروا ديروا فيه الخضره، ديروا فيه واش تحبوا تسخنوا فيه. شوفوا لي واش هايل في هذاك ليطاج، فيه سني من الداخل، من الفوق فيه هذه كي شغل جايه مقله تقليو فيها تسخنوا فيها، يصلح خاصه بنات الاقامه ولا وحده ما عندهاش لي سباس تقدري تحطيه، هايل بزاف يا البنات. وعنده الغطاء نتاعو. الجهه اللي من هنايا هذه كافيتير، تعبسوا على هذه من هنا من تعمروا القهوه، ومن اللورا وين تلوحوا الماء. بالنسبه للارتفاع نتاعو فيه 18 سنتيمتر، العرض 18 سنتيمتر، وجاي هيك في الطول 45 سنتيمتر، يعني من الفور حتى الكافيتير 45 سنتيمتر، صغير وهايل بزاف. بويسونس تاعو 1050 واط، يعني هايل بزاف، وسخون سخون يغلي يا البنات. هنا وين تعمروا الماء هايل بزاف، البري تاعو 1,290,000، توصيل 40,000 داخل الجزائر يعني العاصمة، و70,000 باقي الولايات. تلقاوها عند لاكازا دالجيري، والكارونتي تاعو 16 شهر، هايل بزاف يا البنات، يعني تقدروا ديروا به الفطور الصباح كامل، تقليو فيه تشويو فيه، يعني ديروا فيه السكالوب مع الصباح ولا مع الغدا البنات تاع الاقامه. وحاجه اللي عجبت لي فيه ما يحكمش خلاص البلاصه، انا قلت لكم 18 سنتيمتر قل من المسطره هذيك تاع 20 سنتيمتر، كي الطول كي العرض، وفي جاي في الطول يعني من الكافيتير للفور 45 سنتيمتر، هايل بزاف. الا انا حبيباتي بعدها راح نديروا، بالنسبه اللي يحب هذا الفور راح تلقاو
عند لاكازا ساعات تسقسيوني في لي كومونتير راني خدت لكم النيميرو تاعهم مكتوب. لهنايا راح نديروا الغداء كيف كيف، راح نديروا بربوشه رقيقه، انا نحب البشبوشه البربوشه رقيقه، كاين اللي يقولها كسكس، كاين اللي يقولها طعام، كل واحد واش يقول، احنا نقولوا لها بربوشه جهه خنشله ولا الشرق ولا الشاويه. لهنايا بعدها راح نديروا لاصوص كيف كيف. اول حاجه راح نديروا لاصوص قبل نبدا البربوشه، راح نعطي لكم الطريقه نتاعي تجي بنينه كي تاع العرس، تجي حلوه يا البنات سكر. شوفوا لهنا حكمت قصيت البصله نتاعي والثوم، من بعد لهنايا نخليهم على جنب ساعه نجيو نقليو اللحم نتاعنا. اول حاجه تقليو اللحم نتاعكم هو الاول، حطيت شويه زيت ونحط اللحم كان عندي هذا، هذا واش كان عندي. بعد لهنايا بما انه رامي تقلى وباش نربح هكا شويه وقت، راح نخدم السلطه نتاعي. السلطه لهنا البنات كيما ديما نقول لكم اذا كانت ذابله قصوها وديروا لها شويه سكر في هذاك الماء باه تحيه لكم. كاين اللي يديروا لها الخل والملح، يعني كل واحد والطريقه تاعو، ما جربتوش، انا جربت له السكر تولي حيه يعني تولي واقفه ما شاء الله. لهنايا كيما راكم تشوفوا كانت شويه ذابله من القدام، حكم طحت عليها بالمسفرد مره ما كسرتش راسي. ومن بعد راح نقصها دي مورسو هكا صغار ونحطها في الشياحه. من بعد راح نصب عليها الماء وديروا لها سكر، انا نتاعي ما كانتش ذابله صراحه ما درت لها السكر، مي كي تكون تاعكم ذابله ديروا لها ما بارد وديروا لها شويه سكر. انا حطيت حبه تاع الطماطم نتاعي ما بين ما نكمل، ايماجي خرجت شريت طماطم ونسيت الزيتون الكحل، يا ولدي نسيت. كي رجعت للدار باه تفكر. شوفوا لهنايا نقليو اللحم تاعنا مليح، لازم كي شغل راهو تقلى. من بعد نلوحوا هذيك البصله والثوم ونخليوهم يتقلاو، كي نشوفوا البصله تاعنا بدات تكرمل لهنا نجيو نحطوا لي زيبيس نتاعنا. بالنسبه لي زيبيس ما حناش راح نكثروا لانه راح نديروا صوص بيضه، راح ندير الكسبر وندير فلفل الكحل وندير الملح، هذو هما لي زيبيس اللي راح نديرهم. انا لي زيبيس اللي راني معتمدتهم ديما هما الكسبر والفلفل الكحل، ساعات كرويه وساعات الكمون الاخضر كي تكون حاجه حمراء ولا لوبيا ولا عدس، هذا هما لي زيبيس يعني اللي نتمشى بهم. وعندكم الفلفل الحمار هذاك بطبيعه الحال باه نزيدو الحموريه ولا نزيدو الكو تاع الحار كي تكون حاجه تكون حمراء، صوص حمراء ولا كاش تتبيله. اما بالنسبه لي زيبيس الاخرين ماهمش اساسيين عندي، هذو هما لي زيبيس الاساسيين عندي وتجي الماكله حلوه اعسل. وشي هو قليو مليح برك، شوفوا تجيكم بربوشه ما صراتش. اللي انا حكمت قرن هذا قصيته كيما هك باش يطلق لي الحرور، ماهوش حار بزاف، واللي قصيته كيما هكا باش يطلق الطعمه تاع الفلفل. ولحت لي زيبيس ونعاود نخليهم يتقلاو، لحت مام البطاطا. ولهنا كيما راكم تشوفوا راح نمرق بماء سخون، لهنا حطيت الماء سخون ونحطها فوق النار ما بين ما تغلي لي ونسكر عليها. من بعد حليت عليها فرد ضربان نحيت كلش مع بعض، يعني ما كسرتش راسي زعما خليتها طيب يطيب لي اللحم. اصلا اللحم راكم تشوفوا فيه مكسوس دي مرسو صغار، يعني ماهوش هذاك اللي راح يكون عاصي ما يطيبش بالخف، على هذاك لحت كلش مع بعضه مام البطاطا. لهنايا راح نجيو نديرو البربوشه ونعطيكم الطريقه تاعي اللي ديما نقولها لكم ونعاودها لكم بهكا ما تتعبوش وما تطولوش في التفوار. انا لهنا راح ندير نص باكي برك لانه يعني نص باكي راح يكفيني غدا وعشاء صراحه. لهنايا حطيت البربوشه نتاعي. من بعد البنات راح تجيبوا ما بارد عادي، ما بارد ولا ما دافي، انا درت ما بارد. تحطوا تقريبا 3 كيسان، شتو الكاس هذا اللي عبرت به تلوحوا على الاقل 3 كيسان، هذا في نص باكي. تشوفوا البربوشه تاعكم كي شغل راهي مشمخه، شغلها مبلوله كيما راكم تشوفوا، تخليوها تزيدوا تلوحوا لها الماء ومن بعد تجبدوها كامل في فرجيها وتخليوها مام با دقيقه. كي تجيوها راح تلقاوها كي شغل راهي يبست ولصقت في بعضها تشربت. كل واحد كاين اللي يسومها، كاين اللي رشها كيما انايا، كاين اللي يحطها ساعه يدير لها شويه حزيت ويفورها ومن بعد يدير لها الماء. انا هذه الطريقه نتاعي، نحطها في القصعه لو عليها الماء، شوفوا كيفاه تجي يعني بعد ما تيبس من بعد دقيقه راح تشرب الماء هذاك. تعاودوا تحلوها بيديكم، على بالكم كي ديروا الطريقه هذه سورتو في البربوشه الرقيقه ديروا لها فرط فويره توجد لكم، تلقاوها صاي ولا طريه كي تكون خشينه ولا متوسطه لازم تلها زوج فويرات. لهنا واش راح ندير، انا هذه ديما نديرها نحكي بنجيب فلفل حار نفتحه كيما هك ونحطه في الكسكاس نتاعي، نزيد نحط جريوات نقسمها ونملحها، ساعات ندير فلفل الكحل ساعات ما نديرش هكا باش يطلق لي هذاك الكوت تاع الجريوات والفلفل في البربوشه كي تفور تجي بنينه بزاف. واللي ما يحبش يديرها يقدر يستغنى عليها، مي انا نحب البربوشه تجي فيها ريحه الفلفل وريحه هذيك الجريوات، تجي واحد البنه ما نحكي لكمش. ولهنا بعدها راح نحط البربوشه نتاعي، نحط لها شويه ملح، نحط لها شويه من الزيت ما نكثروش،
ندخل هذاك الملح والزيت نخلطها هيك مليح في بعضها، ومن بعد راح نجي نحطها فوق الكسكاس نتاعي ونحطها اطفار. كيما قلت لكم حطيتها فارت على ضربه، وشي هو ديروا لها فتحات زعما كي تحطوها من بعد جيبوا بالموس ولا بكاش مغرف ديروا فتحات في هذاك الكسكاس نتاعكم باش يطلع هذاك الفار وبالخف تفور لكم وتفور كامل يعني من الفوق والتحت، ماهوش لتحت تفور بزاف والفوق ما تفورش. هذه هي الهنا بعد ما كملت نحطها تفورنا البربوشه فرت فورا راح توجد يعني 5 كذا راكي مزروبه ولا في دقيقه توجد لكم. شوفوا يعني تجي على حبه اللي انا مزت لها، لا ما مزت لها والو غير حليتها بيديا ما درت لهاش ما من الزبده، ما حبيتش ندير لها لا سمن لا زبده، خليتها كيما راهي. حطيت في الصحن تاعي تاع التقديم، جبت هذاك الفلفل اللي فورته يعني الطاب كيما راكم تشوفوا، وجريوات هذيك نحيتها وحطيتها في لاصوص باش تطلق باش هذيك الجريوات تطلع فيها البنه نتاع لاصوص. شوفوا لي لاصوص كيفاه جات صافيه وريحتها تشهي نشهيكم في الجنه، جات بنينه بزاف لاصوص. وكل مره نديرو طريقه بطبيعه الحال ما حناش راح نحكمو نفس الطريقه، كل مره انا ندير طريقه في كي البربوشه البيضاء كي البربوشه الحمراء، ساعه الخضره نقصها دي مرصو صغار، ساعه نزيد السناريه، ساعه نزيد الكرم، ساعه البسباس، ساعه نحيو مخلص، كل مره وكيفه. هذه هي وشوفوا لي لاصوص كيفاه جات تشهي. ولهنا راح نسقي لاصوص تاعي شويه برك ما نكثرش، يعني اللي يحب ياكلها مسقيه ياكلها، اللي ما ياكلش نسقي ما ياكلش. وهاي ليكم الغداء نتاعي، كيما قلت لكم حطيت سلطه درت لها لاصوص شويه زيت خل ملح فلفل الكحل وثوم، زيت الكحل كان ماهوش متوفر. ولهنا حبيباتي جيت راح نعطي لكم طقم الصالات هذا، شوفوا ما شاء الله يهبل بزاف بما انه راه جاي شهر رمضان، ان شاء الله يا ربي يوصلنا ليه بخير. كما راكم تشوفوا طقم الصالات هذا، شوفوا الخمار نتاعو جاي داير، وفي هذا العفسه اللي تقدروا تربطوه هكا باش يجيكم قد قد ويجي باهي بزاف. فيه جلابيه كبيره فيها دونتيل على اليدين، والخمار داير ساير فيه الدونتيل كما راكم تشوفوا. طقم الصالات هذا من عند نوزا، نيميرو تاعها راني خليته لكم في الشاشه، البري تاعو 350 ألف، وراه يدير توصيل لجميع الولايات. فيه لي كولار، شوفوا لي هذا الكري، فيه النوار فيه الكري فيه الباج وفيه البلون. درك نخلي لكم لي فوتو نتاعهم، لان حبيت نات لكم لي ديتاي تاع طقم الصالات، يعني اللي حابه طقم صالات ما عندهاش ولا اللي حابه تروح تصلي به في الجامع ولا تصلي به في الدار، شوفوا لي طقم صالات هذا واش هايل ما شاء الله. شوفوا لي تيسي تاعو مليح جاي نورمالمون في الكريب، ويعني مفيني الخدمه تاعو مفينيه. شوفوا لي ديتاي قلت لكم من هنايا جاي فيه الدونتيل، من التحت جاي سامبل، والخمار تاعو جاي داير ساير فيه الدونتيل. درك نعته لكم ودرك نعاود نلبس لكم الخمار تاعو مع الكحل باه تشوفوه. مام يعني اللي رامي جهزو تقدروا تديو منه في الابيض ولا في الباج، يهبل 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 صدقوني غير هايل. التيسي تاعو مش هذاك اللي يتكمش، التيسي تاعو مليح كاليتي مليحه. شوفوه لهنايا هذه اللي قلت لكم تتربط من اللورا، درك نعاود نلبسو هاوليكم كيفاه جاي في الكري. وفي هذيك العفسه اللي تتربط من اللورا، يعني الخمار بلا ما تتعبي فيه ما والو غير تلبسيه وتربطيه. فوالا هذا الطقم الصالات كيما قلت لكم يتباع نفس لاكولار بطبيعه الحال، نفس الجلابيه نفس الخمار، لهنا راني بدلت برك باش تشوفوا كيفاه يجي. ما خطاش كي كنت لبست نوار في نوار ما بانش مليح، من نوار هايل الكري هايل، يعني لي كولار تاعو كامل طوب. شوفوا فيه الابيض فيه الباج فيه النوار فيه الكري، هذا هما كيما قلت لكم. البري تاعو 350 ألف من عند نوزا، والنيميرو راهو في الشاشه. هاوليكم الباج نتاعو ثاني هايل، يعني العرايس تقدروا تديو في الابيض ولا في الباج، يهبل يهبل يهبل. ولهنا ثاني حبيت نقولكم باللي عندها مام مسمنه، المسمنه هذه يا البنات الكود تاعها يهبل يهبل يهبل، كي ذقتها وشحال بنينه، يعني وحده حبات سمان ولا وجه المسمنات الاخرين اللي فيهم الكو، هذه الكود تاعها بنين بزاف. حبيت نقولكم بلي عندها مام المسمنات، وشوفوا لابواط تاعها فيها بزاف، ماهيش 200 غرام برك، فيها 450 غرام، وثاني معمره للفم. 250 الف الباطه وحده، يعني 450 غرام باطه ب 250، وكي تديو 900 غرام يعني تقريب كيلو ما شاء الله، تحسب لكم زوز علب ب 400 الف. هذه علبه واحده من المسمنه هذه 250 الف،
وزوز علب 400,000، تلقاوهم عند نوزا، ها هو كي النيميرو في الشاشة، نوزا ماجيك. هذه حبيباتي، يعني اللي حابه تسمان ولا يعني هذو ملاح، مملي عندها فقر الدم، مملي عندها كي شغل الكالسيوم تاعها ناقص ولا تحس روحها فشلانه، المسمن الثاني يساعدوا يا البنات، ماهوش زعما تاكلهم غير هذيك اللي حابه تسمان، لانه اللي حابه تسمان ماشي تاكليها على يوم تطلع عليك، يعني كي تاكلي في يوم ولا يومين ما راح يصرى لك والو. صافي اللي تكون عندها فقر الدم وحتى ولو عندها لاطاي ولا فشلانه تقدري تاكلي منهم، راح ينحي عليك ويطلع لك السكر وتكوني الاز والقوت تاعها يهبل. الا انا حبيباتي راح ندير هذا الحوت هذا شيناه كونجيري، ما عجبليش خلاص، يعني شوي ما كاش ما خير من الحوت كي يكون جديد. باينه هذا فيلي الاسكا بوليك مكتوب نورمالمون كيما هكا، زعما فيه كيلو. من بعد كي تنحلوا هذاك الجليد يرجع شويه خلاص، لانه اصلا هو 20% مخدوم بالماء، فهمتوني؟ يعني كيلو، حنا شينا كيلو 170,000، يعني تباع مقفول بطبيعه الحال، يعني مستورد من الخارج. مي ما جبليش بزاف التجربه تاعو، ما كانتش بنينه، مي درناه كيما راكم تشوفوا. وكون ديروه بلا شي تتبيله ما يتكلش، راح نعطيكم تتبيله باه يجي بنين، يعني هو لازم مثلو تتبيله. البنات خليت وحده بلا شي تتبيله، انا مولفين ناكلو بكري في دارنا، ديروه لي ماما، ديروه لنا ماما، مي الكوت تاعو بلا شي تتبيله ماهوش بنين، ديما ديرلو ماما التتبيله هذه. درت الثوم، درت شويه هريسه، ودرت الكمون الاخضر يا البنات، والملح، خلطتهم مليح في بعضهم. ومن بعد دهنت هذاك الحوت نتاعي مليح من برا ومن القدام، من لورا ومن القدام. ومن بعد حطيته في الخبز اليابس الملحي كيما شدته، وحطيته يتقلى في نار قويه، لازم نار قويه سينو راح يتفتلكم ويروح رميم. كنصيحه يعني عطيت لكم التجربه نتاعي. ولا انا درت سلطه خضراء بالطماطم زيتون كحل والبصله المدوره، الله الله، ودرت شوربه بطبيعه الحال، جات واحد الشوربه يا خويا واش نحكي لكم. الا انا بعد حبيباتي راح نروح للعرس، راح نبارطاجي معكم كما قلت لكم، مش راح نلبس هذا الصباط تاعي طالو اللي جاي في البلون، شوفوا لي بيير كيف جاي داير ساير، هذا يتربط كي شغل كامل رجل الفوق، هذا تاع العرس نتاعي. لبس البارير هذا في تاع الفضه، هذا جابه لي في الفاتحه، جابه لي كادو في الفاتحه كما راكم تشوفوا، في خاتم وفيه لي بوكل، فيه براسلي وفيه سنسله، جاي داير ساير بلي بيير كيما راكم تشوفوا فيها، راهو مشارجي ما بانش بزاف لهنا في لي فوتو، ما فهمتش علاه مي في الصح يهبل يهبل يهبل، نعشق فيه. وقررت نلبسه ودرت مكياج فلاجو مالغري انا نحب الدوري، مي قررت نلبسه به لاني ما لبستوش خلاص، وحبيت نبدل، ما حبيت نبدل شويه الدوري، حبيت نلبس ما بين لارجو والبلون. لبست هذا الخاتم مام هي تاع الفضه، جابتها لي حبيبتي الهام صاحبتي كادو، هذه فضه. ولبست هذا الساعه، درت معهم هذاك الساك غير باش نحط فيه حوايجي ولا روج ليف كلش. الا هنايا راح تبه ندير الماكياج وبه نمشط بطبيعه الحال، لازم. ساعات نمشط في الدار، ساعه على ساعه نحب نقلش روحي ونروح الكاش كوافاز هكا تنتهلا فيا. الا هنايا قبل الماكياج كيما راكم تشوفوا، ولا هنا بعد الماكياج جاء ما شاء الله. انا قلت لكم ما كيش تروحي، بقيتك نشوف، ما خطاش اول مره ندير لارج مورفه بالدوري. جات لي حاجه بيزار، ومن بعد عجب لي بزاف، درت لي لونتي، هي اللي قالت لي كوافيس، قالت لي بدلي شويه وديري لي لونتي، يعطيها الصحه. سيرين بيوتي جايه في فوردلو في الجي، اخلي لكم الانستغرام تاعها في صندوق الوصف. يعني اي عروسه لقيت عندها العرايس ما شاء الله خرجتهم يهبلوا، نقول لكم خرجتهم يهبلوا، اضربوا طلع على لاباج تاعها تاع انستغرام، اللي راهم في العاصمه ما طراتيوش، اذا راكي عروسه تخرجك بوبيه. شوفوا كيفاه مشطط لي شعري كان ديما ناقص، كي مشططه لي بان غاثي، ودارت لي مكياج كيما يحب الخاطر. لبست هاد لاغوب اللي جايه في النوار، ولهنا شوفوا شعري كيفاه لمته لي، على بالكم بلي شعري خفيف وشعرته تلزق، مي شوفوا كيفاه دارته، مشططه لي جا يهبل. ودارت لي ليزونغل بطبيعه الحال، هذو ليزونغل تاع يوم برك ونحيهم. وهاو ليكم الصاك هذا، قلت لكم ديتو هكا باش نلوح في حوايجي، طالو جا باهي بزاف مع لاغوب مع حوايج في لارجون. انا ما عنديش صاك في لارجون، ولي ديت الصاك هذا ليسونسيال ندي باني وما نروحش بلا شي صاك.
وهذا هو حبيباتي، واعطيوا لي رايكم واش رايكم في المكياج والمشطه، ان شاء الله تعجبكم. هكا حبيباتي نكون وصلنا نهايه لا فيديو، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، وان شاء الله يا ربي في هذه الايام تكون حالتكم النفسيه مليحه. ربي يرحم جميع ضحايا الزلزال سواء في الترك ولا في سوريا، يعني قلبنا راه يتقطع عليهم من اول يوم كي بارطاجيت معكم في هذيك تاع لي بوست. يعني من هذاك اليوم حنا رانا نحاولوا نبدلوا الجو نتاعنا، نحاولوا نبدلوا كاش حاجه، سينو المواقع كامل حزن والله. منين تدخلوا حزن انا يا قلبي راهو يتقطع، سورتو على الاولاد الصغار. الاولاد الصغار هذوك اللي ماتوا بيانهم وبقاو هما، كيف راح يعيشوا؟ كيف يعني هذا الموت راهي علينا وعليهم وعلى اي واحد، والكوارث هذو اي واحد يتوقعهم في اي وقت. مي ربي يعينهم، ربي يكون معاهم، وربي يصبرهم، وربي يرحم جميع الضحايا. وهذا هو الفيديو تاع اليوم حبيباتي، ان شاء الله يا ربي الفيديو هذا يلقاكم بخير ويبقيكم بخير. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. سلام.